لم تمر علينا كارثة طبيعية، أعلنت حالة الطوارئ، الفيضانات اجتاحت عدد كبير جدا من المدن والقرى. بنحيي كل أهلنا الصابرين والصامدين في هذه المناطق التي حتى الآن قد يكون جزء كبير منها لم تصله المعونات والمساعدات والدعومات، وما زالوا يعملوا بالجهد الشخصي. أيضا نحيي كل منظمات المجتمع المدني وكل الجهود الشعبية والرسمية اللي بتحاول أن تغيث أهلنا. والفيضان هذا العام بالتأكيد هو مختلف يعني، ومتوقع أنه يخلف أضرار كبيرة جدا باعتبار أنه 100 عام مرت على السودان لم يحدث فيضان بهذا الحجم الكبير. نتمنى أن ربنا يلطف بالناس أينما كانوا. مرحبا بكم في هذه الحلقة، نتمنى أنه تكون حلقة لطيفة على كل المشاهدين اللي بيتابعونا داخل السودان وخارجه. احنا معانا موفدين او سفرة من فرقة الهلهوب، هذه الفرقة اللي اتحفت الشعب السوداني بكثير جدا من الاعمال عبر التلفزيون القومي، كثير من الاعمال الدرامية الموجهة والاغنيات في شكل المونولوج والكليبات اللي كانت بتعالج قضايا مجتمعية وبتعالج قضايا بتهم الناس كلهم. نحن في الفيضان الايام دي برضه بنتذكر اغنيتهم الموية جات، يعني برضو كانت واحدة من الأعمال الجميلة جدا والمميزة. عموما سنتحدث مع ضيوفنا عن فرقة الهيلهوب والانقطاع وما هو القادم، ونتحدث أيضا عن تجاربهم الشخصية. بس عايزين نكون معنا الأستاذ يحيى صالح. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور، أنا سعيد وتحية لكل المشاهدين، وأنا سعيد بالإطلالة دي يعني. مرحبا بك. أيضا رحب بالأستاذ أسامة يوسف. مرحبا بك استاذ اسامه. مرحبا بك ومرحبا بكل المشاهدين، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكمان ربنا ان شاء الله يلطف للناس المتضررين من الفيضان، وكل عام وهم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. بدايه خلونا كده نتكلم عن الفن عموما يعني في السودان وتكوين الفرق والجماعات دي. كثير من الناس المتلقين بيفتكروا انه الحاجه دي هي يعني ما فيها دخل كبير قد يسند الفنان، فبالتالي الفنانين اللي بيمارسوا هذه المهنه بيمارسوها عن حب يعني. بدايتكم كانت كيف؟ شنو اللي حببكم انت شنو اللي حببك في انك تقدم مونولوجات بعد ذاك تنضم للفرقه؟ اسامه برضو عندك تجربه مع الاطفال والعرايس وكذا يعني. انا والله طبعا بديت كفنان مغني، بديت من دوره مدرسيه قصه. بديت فنان عديل. اي فنان الواحد ليه فرقته ليها هسه كده فنان مطرب بشتغل لناس معينين وكده. تحت كده يعني. بعد ذاك هو اتغد بالهيلهوب، بعد ذاك هو لقيت الشارع ده كويس معايا يعني. التقليد والمونولوج وكده. ايوه، وبشتغل الشغل اكثر حاجه بحب الغناء التمثيل يعني. يكون الغناء يعني فيه تمثيل وكده يعني، بحب الحاجه دي. بعد ذاك منه هو القصه سلكت يعني. الحكايه مشت. اي طبعا اسامه ده وراي يعني ما يعمل فيها جدا. اي صح اي صح. اصغر منك مواقف اصغر منك في العمر ولا؟ اصغر عمرا فعلا وراي. هو الكبير. هو الكبير. اي الشغل مع الاطفال صعب. انا اول حاجه ارجع عليك لكلامك الاول، يعني احنا بدينا كهاويين يعني انا ما كنت في الهيلهوب، فانا بديت ممكن تقول من مركز شباب بحري. ايوه. لكن ما اعرف نفسي انا ممثل، انا مغني، انا مونولوجيست، انا درامي. فببرف في المسرح ويهاب نعمل الحاجات الاغاني حقتنا دي. ايوه. ففي زول من هنا حيي وصاحبي وبدينا اسوي اسمه حسن محجوب، فنان معروف، قال لي يا اخي انت بتشبه تمشي تضغط حاجاتك دي. فبدي بدايتي معاهم فعلا، مشيت فتشت الهيلهوب لحد ما جيت عرضت حياتي لمدير الفرقه. انضميت لها بعد ذاك. انضميت بعد ذاك لقيت يحيى ده قاعد. عمو كبير. مع الاطفال لكن كانت خاصه. لا بعد ذاك واصلت في الهيلهوب قمت غنيت اغنيه لها علاقه بالاطفال اسمها بيبي، بتتكلم السلام عن الاطفال وبتتكلم عن التطعيم والامراض وكده. فقامت الاغنيه دي زحت بي حبه كده من الهيلهوب، ودتني وين؟ مجال الاطفال يعني، مره روضه، مره عيد ميلاد، مره شنو. بقيت بجاي بشتغل الاطفال وبجاي مع الهيلهوب. الهيلهوب ذاتها بدات كيف؟ بدايتها كانت كيف؟ الناس دي تلاقت وين؟ كيف فكروا بعد ذاك انه يعملوا كليبات؟ شنو اضافوا جديد في الشغل بتاع الترفيه ده يعني؟ انا بدي قدر اللي بعرفه الواقع كثير من اخونا اسامه ده، احنا والله شبه لقيناه جاهزين اسامه طبعا. طبعا بدات بدري يعني، من كان الجو الرطب. بعد ذاك تسرعت منها هيلهوب وتيراب وكده. وطبعا هنا رئيس طارق اللمين. ايوه حتى الهوب ذاته الامسيه السعيده. وانا بحيي استاذ طارق اللمين وبحيي الاستاذ صالحين ومحمد شيلا وكل الاعضاء الفرقه،
حتى ناس استاذنا حدباي وعادل بجقادو و طارق تفتيحه. طارق تفتيحه انت ما دام بديت ما تنسى زول، لانه المسجل طيب ورحاب النعيم وياسمين محمود العربي ما تنسى لسه وياسمين اسماعيل نور الدين. ممكن تستعين بصديق عمار يا عمار ممكن تستضيف صديق برضه شكسبير او شكسبير. وانت متذكر زول ثاني؟ والله يا اخي قطع مسؤوليتكم عشان بعدين يقول لك ما نسيتونا ما قلتونا تحملوا. الاستاذ امير علي برضه ما ننساه، دول كلهم كانوا من اعضاء الفرقه. ايوه ثاني بذكر منه والله يا اخي انا مذكر اعطاها برضه انا اساسا في الهوب يعني يعني هي بدات من ال من من فرع القاهره جامعه اللي هي السنيلين بدات الهيلهوب من هناك، فكان بدايتها اللي هو مؤسسه طارق اللمين. بعد ذاك بدات كان في الجامعه بالحلمنتيش وكذا، بعد ذاك تطورت طارق بيعمل الاعمال هل الغنائيه دي وثبتت اكثر شيء واشتهرت بالحاجه دي. كيف كانت التجربه بالنسبه لكم انه تصور فيديو كليب بشكل كوميدي يعني في طرفة ويعالج قضية في نفس الوقت، قضية مجتمعية، قضايا ملحة يعني. أنا كان بالنسبة لي دهشة لأنه أنا أساسا كنت معجب بهم. أنا أول أغنية يمكن شفتها للفرقة كان أغنية ماشين، أنا حامل نامس كول يقول ماشين 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 طوال الناس ماشين ماشين وين طم 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 طم. دي واحدة من الأغاني أنا كنت معجب في الفرقة. لما بعدك لميت فوقهم وأنا بقيت انا هشتغل معهم كان بالنسبه لي خلعه كده يعني. الخلعه ليها سي في بالمناسبه يا اسامه يعني كمان تقول القصه دي هنا يعني الخلعه موجوده. فانا كان بالنسبه لي فوت فرحان شديد يعني انه انا هغني مع الناس دي واسهر معهم في التلفزيون وكده. واللي كان اول اغنيه اللي هي المويه حبيبتي المويه ذكرتها قبل لي كان اول اغنيه بالنسبه لي. فكان بالنسبه لي يعني انت كنت بالنسبه لك معجب، انا برضه معجب لكن باغنيه واحده ثانيه انت بتكون عارف اللي هي بتاعت الهولة ما جاك. ايوه الهوى غنوات. ايوه الهوى غنوات فضائيه. الجو بتاع التصوير كان كيف يعني كده يعني شويه كده ادونا حبه من الكواليس بتاعت الاعمال دي كانت شكلها؟ والله يا اخي حبه كده من الكواليس انه نحن طبعا بننتهينا من الصوت يعني ما قاعدين المواقع بتاعت التصوير ما مرات بتعتمد على المخرج مرات بيخرج طارق مرات اخرج لنا محمد نعيم سعد حيه برضه. فبنقوم عارفين مثلا دارين نصور الاغنيه الفلانيه كل مسجلات كلنا كاعمال. ففي الكواليس مرات في حاجات بتجي كده بالصدف يعني في الاعمال ذاتها يعني مثلا في شكل الحركه والاداء في شكل الصوت بيكون خلاص انتهى يعني بالضبط كده يعني مثلا في مثلا في قروشي يعني الموتر ده جزاي بالصدفه كده ما كان مخطوط في السيناريو ولا اساسي في القصه. تعال دقيقه واركب الموتر وكده. ففي دي من يعني فيها تلقائيه اكثر يعني ما الحاجه لا يعني الناس بتشتغل شكل ورشه كده. انا حضيف لك حاجه صغيره اللي هو الشغل كان متعب جدا. احنا كنا بنساهر يعني عشان نمشي نسجل الصوت بنبرر بالليل كله مرات لحد الساعه 3 صباحا بعدها دوب بنمشي الاستوديو. ايوه بعد ما نسجل الصوت ننتهي منه بعد ذاك بنمشي نفكر نصور كيف عشان بعد ذاك طارق يمشي ساهر في المونتاج. أيوة. فكان في تعب شديد في القصه دي يعني. طيب كده نحن في الكنترول معانا عدد من الاعمال طبعا برضه الفرقة كان عندها مشادات مع النظام البارد وفي عدد كبير من الأعمال اتمنعت منها تتعرض وتنزل للناس. احنا برضه حنتكلم عن الجزئية دي لكن كده خلونا نتابع العمل ده نشوفه ونرجع لكم تاني مع كل المشاهدين. Bye.
المطر جاء الجرجير مات المطر جاء الجرجير مات الجرجير مات المطر جاء المطر جاء الجرجير مات القمح شدت الدبيبات الحكومة الحواشة الدايرورة حبيبة قريشات الحكومة الحواشة الدايرورة حبيبة قريشات الحكومة عرفنا اللي مو شوالات لعرفنا كنترول كان لازم تتمنع في الوقت ذاك الغنية دي دارا لحبيبة قريشات يا الحكومة قال لهم ما تقعدوا سوا في البرندات تبغى تسوى القرارات بعدين عندنا الأستاذ الجيل عبد الماجد نحييه من هنا اللي هو غنى الأغنية
يعني هو ذاته كان بيخش تحت القش وبيجي طالع. ايوه يعني ما داري واجع عديل ذاته. المطر يا التنجير يخش جوا القش. أيوة. فنحن نحييه قبل ما ذكرناه، طبعا زول ظريف جدا ودمه خفيف. فقلنا له يا اخي والله عمل جميل يا اخي، قدمته بطريقه جميله. اقول لك شكرا. فبقت لازمه الايام ديك من قبل سؤالك قبل بتاع الكواليس، الكواليس شكرا اللي بقت ثابته في اي حاجه. شكرا. اساس العمل ده فيه قدر كبير جدا من الجراه، وتخيلي برضو الفنان حتى لو كان كوميدي، مرات الناس ما بيتعاملوا الكوميديا بالجديه، لكن الكوميديا دي بسخريتها دي ممكن تناقش قضايا مسكوت عنها كثيرة يعني. ودي واحده منهم، هم كثار طبعا، ودي واحده وحاسس دي يعني هسه بعد يعني انت سمعتها بعد ما انه دي اتنظفت معموله كليب يعني هنا الاستاذ طارق اللي عمل كلمات يعني ما القويه دي يعني في كوبليهات قبل ما تمشي التلفزيون انسحبت يعني منها قبل الرقابه يعني هسه العمل ده بعد الرقابه، العمل ده بعد الرقابه بعد الثاني يعني كان فيها لا تقعدوا هناك في الوزارات تبهتون تسولوا قرارات، لا يعني ده لو كان مشت مش كان الغنية منعت، كان نحن ذاتنا فينا كانت تزوجوا يتمناتوا. استاذ يحيى التقليد، انت كنت فنان. ايوه ما زلت فنان، لكن شنو هسه فنانين لا يعني مجاملات كده ما عدادات؟ لا لا عدادات والله العظيم. ايوه دورها يا اخي يحيى، ده ممكن تربط وتقول له اسمع داير الحفله كلها بحنان النيل يديك لعبه حنان. طيب كده هسه نحن يعني غير بتدلمين يديك لعبه بتدلمين، ودارين كوكتيل كده بتاع فنانين. ايوه طيب ممكن نعمل لنا فقره للفنانين الناس اللي بنحبهم، فقره ممكن يقدموا اسامه كمان ويدي هديه للاطفال، وممكن نعمل كم حركه في طيب طوالي 3-1 زي ما بيقولوا. طيب نحن يا يحيى الاطفال بعدين حنديهم حاجه خاصه بهم من الحكواتي، لكن نحن هسه حنمشي حناخذ جوله في السودان. انا حنمشي الشرق، فتبدا لنا بالشرق، اهلنا في الشرق نحييهم من هنا ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بعد ذاك نقوم نشيلها بفوق نشوف نمشي وين. انا من الشرق انا بحيي اخونا الفنان داود خليل، هو من هناك. يلا دي الرطان طبعا على الهوسه، فانا بس بتخيل طوالي حقول اذرو بني عامر كده صح حاجه زي دي. فداود خليل ده من كسله بغني غنى هوسه، دايما بحب الاغاني السامبه دي بغنيها. التحية لهنا في كسلة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وانا امشي كسلة رطانة حباب سامبا حباب السامبا. ايوة اراح اجنا داود خليل وانا من هنا بحييه. كفياتا ناقا قونا ناقا رشم تنجي إدانونا يبودي أكراتون دونيا كفياتا ناقا قونا ناقا رشم تنجي Idano na yebudi akara tundonia sara irho sawa kajawa elele sara irho sawa kajawa elele ya sara irho sawa kajawa elele so hayari wazi manche kisha jibai masowe. الترجمة تحت تورينا الترجمة. طيب احنا نطلع من كسلة نمشي غربا طوالي، ولا نقرا ننزل حبه حبه كده على الجزيره اي حته معك احسن؟ ننزل من 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 كسله ونجي ماشيين على سنار ونجي خشيم مدني. طيب جدا عشان حبه حبه. طيب مدني طيب. طبعا نقوم طوالي نقول والدلمين انا بحييكم بصوت الدلمين بقول جيناكم يا 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 حبايبنا أوه قرايبنا بعد غربة وشوق ده غالب فيه يغالبنا يغالبنا بعد غربة وشوق. طيب يا يحيى قبل ما نخش الخرطوم نشيلها بفوق كده بشارع سنارة بورك بيجيبك بكوستي داك ونمشي على هنا في الغرب ونحيون ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين ونسمع حاجة من الغرب. أديك حاجة سيرة عيني عليك باردة يا سلام، سيرة ثقيلة كده مقعدة بدالك أنا ومجاهد كده خلفية على الأورجن كده بتكون جميلة حبابك. عيني عليك باردة إبراهيم موسى أبا يا سلام. عيني عليك باردة تتتا يا جليل الوردة تتتا عيني عليك باردة تتتا
قرات الدوار ويحتيني لا جردة ويحتيني لا جردة أنا قاعد أختار فنانين صعبين خلاص. يا سلام. ليش لك دي؟ طيب نحن نقوم من الغرب نشيله كده تاني نمشي الشمال. طيب الشمال نشوف القوايشة اللي هم الشوايقة. صديق دليب. أحمد. صديق أحمد. نسمع نشوف الدليب. نسمع يعني نحن ما شاء الله هسه سمعنا ثلاث أعمال إيقاعات مختلفة. أيوة. هسه جاينا إيقاع مختلف. ما شاء الله هالبلد دي مليانة إيقاعات فل خش لنا في الدليب. أنت تشتغل معي كورال كويس؟ جيد. عشان تدينا إحساس كده. بجيكم أجيكم أجيكم ماني زاير أريد رزقن يا غريب سيدو طاير يا صوب نشوك أجيكم ماني زاير أريد رزقن يا غريب سيدو طاير يا صوب نشوك أبوك طعم الحياة أول تفاقدو أبوك طعم الحياة أول تفاقدو وحس فرحة صغيرة ما هو حيث فرحة الصغيرة ما هو كبيرنا على صغيرنا بلادي قلبه وجه البيت زي عريزة في النصار يا صوغ نشوق. شكرا. وكمان يا يحيى نجي حبة كده ننزل شوية كده من الأرض ديك ونجي خشين على نهر النيل. طيب حنمشي على الجعلين نمشي ونشوف البشيرة حباب البشير. أبشر. الصوت جاهز. الصوت جاهز والجلادين جاهزين والبنجلد جاهزين. الدلوكة جاهز. الدلوكة جاهز. الشتم أهم شيء. جاهز. البشيرة. أخذنا دلالة والفرق. أبشر يا عريس ليك الشباب وصل صيد القسم الأول يا ناس احتفلنا. أبشر يا عريس ليك الشباب وصل صيد القسم الأول يا ناس احتفل. وابشر يا عريس ليك الشباب وصل صيد القسم الأول يا ناس احتفلنا. ابشر يا عريس ليك الشباب وصل صيد القسم الأول يا ناس احتفلنا. الليلة سدر ودافر الموج ذوي زين البحر. طالب السبات يسوي كي قبل صيد القسم الأول يا ناس احتفلنا. ابشر يا عريس ليك الشباب وصل يحيى. ونقوم نجي نخرطم على الخرطوم. على الخرطوم ولا عندك حته ثانيه بتدور تمشيله؟ ما عندي مشكله لكن قلت على الخرطوم. على الخرطوم. طيب نخش الخرطوم. خرطوم ممكن نعرض كده عليه جبل اولياء. نمشي جبل اولياء. طيب تحيه برضه لهنا ناس الجبل. تحيه للاستاذ الهادي حامد. انا ححوديك له مقطع. وطيب نشوف مثلا ممكن مقطع من بفرح بيها ونشوف كان غنى بها الأستاذ الراحل برضو فنان الشباب الأول محمود عبد العزيز. وشكرا أنا بحب دائما أعمل في أي حتة يعني عشان أربط الاثنين الأستاذ الهادي حامد والأستاذ فنان الشباب الأول محمود عبد العزيز. نسمع الهادي. والله برضو صعبة يا أسامة. بفرح بيها بفرح بيها قلبي نيلها دفي أحضن خواطر البشتهيها بفرح بيها بفرح بيها قلبي نيلها مست إيد السعادة وضجت أشواق عليها. يا سلام. شكرا شكرا شكرا. نقوم نمش نجي من الجبل نخش بحري ولا ناخذ لنا غشة عندك في الصحافة ولا عندك غشة؟ نغش نغش الأطفال شوية نشوفهم كمان نديهم حاجة. نغش الأطفال نديهم حاجة منك؟ منك أنت. من أنا. عشان أسدين الكبار نقوم ندي الأطفال شوية. في نفس الرحلة ولا لا برا الرحلة برا الرحلة هاي الرحلة الثانية رحلة الأطفال براين. طيب ازيكم يا أصحاب ازيكم يا أحباب
كل سنة وانتم طيبين. جاهزين مع عم الحكواتي في 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 حاجة صغيرة كده؟ عم الحكواتي ذاته جاهز. خلاص قولوا يا يا يا. أيوة. أنا ما عارف يقول نو نو نو. خلاص نسمع. أنا الحكواتي. أنا وعندي حكاياتي. أنا. ودايما بهديكم. أنا. أحلى حكاياتي. أنا. ودايما أغني لكم. أنا. أجمل غنياتي. أنا. ودايما بهديكم. أنا. أحلى حكاياتي. أنا. وما بحب الغش. وبحكي بقول تنجش. تنجش 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 تنجش. يلا صفقوا 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 صفقوا. دي بس عشان يا 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 حلوين، عشان عمو يحيى قال ادوكم حاجة اديناكم الحاجة دي. شكرا لكم والله كتر خيركم، ما قصرتوا الاثنين. احنا لسه حنتواصل معاكم يعني، نتكلم في كثير من المحاور عن التجربة وعن فرقة الليل هوب، وبرضه حنشوف اعمال بعد شوية، لكن بعد ما نطلع فاصل قصير جدا نرجع معاكم مع كل مشاهدينا كان في المويه. خليكم معنا. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نعود نتواصل معكم وتمتد حيانا لكل الذين انضموا ليتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم في الموعد، وضيوفنا يحيى صالح وأسامة يوسف من فرقة الهيلو هوب، وهم أيضا فنانين لهم تجربتهم الخاصة المميزة جدا، احنا نسعد انه يكونوا ضيوف معنا. احنا قبل شفنا واحد من الأعمال اللي كانت ممنوعة من العرض يعني. نعم. فخلونا نشوف عمل ثاني مع زملاء في الكنترول، وبعد ذلك نجي نتكلم عن الفكرة دي يعني، لماذا منعت هذه الأعمال من العرض يعني، هل كان المنع ده كله سياسي ولا كان في غرض تاني برضو للمنع ده، لكن بعد ما نشوف العمل ده ونرجع لكم تاني ولكم المشاهدين. وليا دقيقة بطل حصار بطل حركات بعد البنزين ما لقيت مشوار العمارات. اوكي مشوار العمارات قوم تقعد ليك عشر ساعات. ما لقيت سفاي في العمارات وقال لي مشوار القلابات. هاي هس 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 ما تكلمي زول مشوار في السير ما تكلمي زول ماشين فاضين جايين شاحنين ماشين فاضين جايين شاحنين حنهرب ناس الزول بيدفع 150. الزول بكم؟ 150. ايو 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 150 كان كذي راضين أهو ضحفة قلبة ليه بعدين؟ يا زلمة تضرب تلفون كبين عليك 50 جالون انت مجنون. أرجعكم وين؟ القلابات. وين 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 وين؟ القلابات. أقعدوا انتوا في قلابات وما قلابات قلابات ما قلابات
خير يا دوب لازم نرجع زي مكتوب يا عنا يا زول دافعين 150 ما عاد اعمل لنا يا خوجع ابنين بعمل لكم وجع اثنين يا اخي بعمل ليكم وجع اثنين اقعدوا في انتوا في وجع اثنين ما وجع اثنين وجع اثنين ما وجع اثنين وجع اثنين ما وجع اثنين وشاكلوا كده انتوا الاثنين لما نقعد في الخلا شهرين يا زول مالك واقف بهزر الجو يا طول مهزار اللي استجنفت الترتور مالو ترتار نفس الترتار نفس ترتار انفخ ترتار ما بنفخ تنفخ ترتار يا طول ما بنفخ تنفخ ترتار قلت لك ما بنفخ اقعدوا في انفخ ترتار ما بنفخ انفخ دردار ما بنفخ انفخ دردار ما بنفخ لما الواحد هنا فين يدخ جعانين يا اخ ما اكلنا فطور هاي ولا يا اخ ما اكلنا فطور لكن تسفاي عنده عجور تسفاي عندك عجور عندك عجور يا ما في عجور يا عجب عندك عجور يا لا في عجور عندك عجور لا حجار من الخور عندك عجور ما في عجور عندك عجور ما في عجور شكرا جزيلا للزملاء في الكنترول. طبعا في البدايه كنا مفتكرين هذه الحفله ما هم طلع انه دي الجزء الثاني من الحفله ايوه دي يعني في جزء ثاني الناس ما كانوا عارفين ايوه الجزء الثاني وهو طبعا ودي قضيه مش يعني مش مجتمعيه بس دي قضيه قوميه يعني قضيه بتاعت امن قومي مساله تهريب وتهريب البشر وكده نعم بالضبط وجاء حصل اللي حصل هو اتمنعت من البث وزي ما كلمنا في النقطه دي قبل فحتى قبل لو لاحظت في الغنيه بيقول يا اخي المشاهده ب 150 شوف الوقت ذاك كان 150 150 العمل ده انتج سنه كم؟ 2008 2008 2008 ده الموسم بتاع 2008 الموسم بتاع 2008 كله ما الموسم كله ما طلع كله هاي كله طرشك في اعمال اتصورت في اعمال اتسجلت ولا في اعمال ورش والله يا اخي في اعمال اتصورت واتسجلت وتصورت وفي اعمال اتسجلت صوت وشغاله في التصوير من ضمن ان من اللي تصور يعني هسه ما معانا هنا بتاعت يا زول ما عندك موضوع ايوه تتذكرها يا يحيى ايوه عندي موضوع ما عندك أيوة. عندي 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 موضوع فدي من الاعمال اللي برضه اتمنعت هاي وهو الموسم كله كان 2008 ده اخر لنا موسم كان يعني اللي هي الهوب تنتج فيه لحد هسه استاذ يحيى المشكله النظام البائد كانت شنو؟ هل انه الهيلوهوب جريئه بتناقش قضايا مسكوت عنها ولا الفكره كانت شنو يعني؟ والله كان في كم حاجه حاجات كثيره يعني هسه من ضمنها يعني كان في السلطان كان عامل بيت الفنون تقريبا برضه اتقفل يعني ما عارفين السبب شنو بس هيك اتقفل يعني بيت الفنون ليه اتقفل؟ لانه بيقدم يعني كان في يوم بالحقيبه وفي شغلات كثيره يعني كان اتقفل وكذا الاغاني دي مش يعني صوت يتبسى فقال ما يتبسى وكانت انتاج خاص بتنتج الفرقه ايوه زي كل سنه كنا بننتج عادي فالظاهر هم حسوا انه طارق ده ما معهم تمام تقريبا هم ما معهم تمام قبل القفيل يعني برضه في بيت الفنون كان يعني في مداهمه حصلت بدون اختراع للقوانين يعني الوقت ذاك الحفلات حتى البيت نفسه بيت البيت
قبضوا جزء من ناس الفرقه وكذا. ما كان الحفله ما كان عندنا منتدى ما الساعه 11 ما جاء. بيت الفنون ده ما مكان بتقام فيه منتديات، بتقام فيه ورش ملتقى للفنانين، بيناقشوا فيه افكارهم وكذا يعني. ايوه كان مهدد بالنسبه لهم بالضبط كده. تتقفل ساعه كده بس. حتى بتذكر حاجه ثانيه، حتى فرقه التنوع هو زي البارينبو نفس الاغاني، فرقه بتغني اساسا طارق الامين. حتى يوم التدشين بتاعه كان في الساحه الخضراء بتذكر، واي شيء بيطلع تصديق بتاع اي حاجه، بس في اخر لحظه جه وقف بالراي ما يقوم عشان حق طارق الامين، عشان حق الهلال. دي واحده من الحاجات برضه يعني، يعني معاكسات كثيرة يعني. جزء من الناس عرفوه، في أكيد في قصص كثيرة الناس ما عارفينها يعني، بتواجه الفنانين عموما في إنه قدموا أعماله. طبعا إحنا في عمل ثالث برضو حنقوم نشوفه هسه مع الزملاء في الكنترول، بعد نشوف برضو نجي نعلق عليه ونواصل في المحاور بتاعتنا إن شاء الله. الشمال كمل، الخدار كمل، من يا طه الفيل يا دمها النبل. الله الدقيق كمل، الرصيف كمل، الشمال كمل، الخدار كمل، حصل
شكرا جزيلا زملاء في الكنترول، شكرا لكم برضو على العمل الجميل. بحيي مره ثانيه فريق الهلال كله، محتاجين ثاني نعيد العمل ده عشان لانه العيش هسه بدنا هنا. اي والله الناس تكون واضحه. اي والله القصه شويه برضو مختلفه. شفنا الفرقه مؤخرا في الكورونا، كان في عمل ابا كورونا تقريبا. ايوه دي يلا من اخر الاعمال تقريبا انتجناها يعني. يعني لسه في تواصل بينكم؟ هل أيوة. هل حنشوف كليبات برضه قادمه يعني في في قبلها طوالي يا يحيى، قبل ابا كورونا كان في حاجه بتقول سودانيه يوم ما سوداني البريد. آه البريد ايوه ايوه ومفض اعتصام ومفض اقلامنا يا سلام عملناها بس برضه في القنوات وكذا. بس بعدها جاء العمل الثاني البكرون. البكرون في الان عمل جديد بس شغالين فيه او شغالين عليه كم واحد هسه نديك منهم واحد مسكول اللي هو حنبدا تصويره قريب اللي هي تتكلم عن البلوله البطل بتاعه استاذنا اسامه ده. طيب البلوله والله يا اخي هي طبعا بتقول البلوله يا عزيزي. ايوه انا عملها مع استاذنا بيان يعني طلع الجواز بالانجليزي. انا ما سمعتك. قلت لك البلوله يا عزيزي مما طلع الجواز بقى ينضم انجليزي، والبلوله يا عزيزي قبل يرفع القزاز كان بيقول الدنيا ايزي. فهو بلوله طلع عليه جواز كده يعني نعمل منها مسكوش كده. كويس طبعا. يعني طنقع شويه هو. يعني خش الشخصيه وبقى يقول بقى يقول هاو. كده. هاو ماتش. واو. بالانجليزي. 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 البلولة يا عزيزي مما طلع الجواز بيجا ينضم انجليزي، والبلولة يا عزيزي قبل يرفع القزاز كان بيقول الدنيا ايزي، البلولة يا عزيزي مما طلع الجواز بيجا ينضم انجليزي، والبلولة يا عزيزي قبل يرفع القزاز كان بيقول الدنيا ايزي. البلولة راح معانا، البلولة راح معانا. نو 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 البلولة ضوق عشانا، البلولة نو 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 اي كان البلولة راح معانا، البلولة راح معانا. نو 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 البلولة ضوق عشانا، البلولة ضوق عشانا. نو 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 البلولة يا اخي خلوا الانجليزي. واو يا البلولة يا اخي خلوا الانجليزي. هاو ماتش البلولة يا اخي خلوا الانجليزي. نو البلولة يا اخي خلوا الانجليزي. نو 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 With the lungs up and low, I beat in the shots and on the line. Where? دي يعني أسي كده زي ما تقول في المسكوت في المطبخ. هي جاهزة صوت، نحن كبير كنا دارين نديكم لا صوت لكن ما تصورت. حيتم تصويره في الايام الجايه. في الايام الجايه عملنا منها مسكول عشان ما نكشف اسامه ده يعني حبه شغل كده ممكن يضايق الناس اللي بيغنوا راب اجنبي يعني. هاي قد يكون هو من اوائل الناس اللي غنوا راب. لا مش الراب يعني، انا اقصد انه يعني الغنى الاجنبي ذاته يعني بالتكنيك بتاعه بكذا. طبعا ما خبير في القصه يعني لكن خطير في هو. انا حاسس انه جواه في خواجه جواه والله. خواجه مظلط، خواجه مظلط. أنا شاكر جدا لحضوركم يا شباب، كتر خيركم على كل اللي قدمتوه. إن شاء الله لسه نشوف لكم كثير من الأعمال إن شاء الله. إن شاء الله نعيش في بلد تكون في حرية كبيرة للفنون، لأنه الفنون والفنانين لو ما لقوا حرية كبيرة ما بيقدروا يعبروا عن قضايانا، ما بيقدروا يناقشوها، ما بيقدروا يكون عندهم مسام حقيقي في المجتمع عشان يقدموا رسائلهم يعني. طيب احنا في عمل خلونا نشوفه ونرجع ثاني تقريبا داخل عمل الليل حنشوفه نشوفه ونرجع ثاني. يا عمي العمده اسمع لدقيقه، يا عمي العمده اسمعنا دقيقه، حلت بغالي كان فيها حريقه، حلت بغالي كان فيها حريقه، بأي طريق عليك الله شوف لنا طريقه. يا
العمدو اسمعنا دقيقو يا عمي العمدو اسمعنا دقيقو حلت بغالي كان فيها حريقو حلت بغالي كان فيها حريقو بأي طريق عليك الله شوف لنا طريقو زول تجي جنب العند العند الحين مو زول الفاطي عنده بهايم عنده بكاسي وعنده اراضي وعنده جداد وحمام الوادي وقتين يلقى الزمن الفاضي نجيب عليكم يبدا يقاضي تر 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 لقاضي يا العمدة الحالة خطيرة يا أبويا العمدة الحالة خطيرة ما زدت استحمل أبدا تأخيره ما زدت استحمل أبدا أبدا تأخيره بأي طريق عليك الله شوف لنا طريقه يا زول ها الزول مو فاضي الاعلى عن حسك زي صوت الرابي كلمتك هسا وشايفك ما راضي ازحف يا زول ها ازحف لغادي الزول مو فاضي ليش كلام الفاضي مشغول ما فاضي يكلم زول لزول راكلي كان زول ساكت دل دول العمدة عظيم ما هو المسعول شكرا جزيلا للزملاء في الكنترول واضح انه من هنا بدأت فكرة كسير التلج من العمل من هذا يعني كسرنا التلج وما خلينا زول قابل العمدة ده نزل في وقت فعلا مقابلة المسؤولين كانت صعبة تفسر كيف العمل ده عشان يتمنع يعني المبرر كان شنو عشان يمنعوه من انه يطارد يعني يا اخي نحول السؤال ده للاستاذ يحيى الله انا خلي انت فاهم اكثر مني كنت لصيق بالقصة دي لا لا يعني انت يعني كان تقريبا زي اللي قالوا دي الحكومة ودارين يقابلوا ذولا بعمة ده الشعب ودينا في الجهاز منع انه يقابلوه لا يتكلموا معاه اصلا ولا كده اهو او كده فسرها كده تقريبا يعني رمزيه انه الشعب اذا ما قادر يصل للمسؤولين عشان يحكي أيوة. معاناته وشو ايوه والله يفتح عليك ايوه تقريبا لغايه العمل ده معبر يعني لكن اسامه في التلج ولا التلاج خطير نهلك التلاجات خطير عبر اسامه في التلج عبر نحن وصلنا لختام الحلقه يا شباب انا شاكر جدا لحضوركم لكن يعني دايركم تحيوا الناس وتختموا لنا بشنو طيب نختم انا ما ادري شايف سيول وامطار اي فيضانات يا اخي اول حاجه نسال ربنا يعني ينقص كل المتضررين ورغم انه يعني الحاجه اللي هطلبك تختم بها يا يحيى انه نفسيا معاهم يعني الناس المتضررين ديل عملنا حاجه وانا ما كنت حاضره اللي هي المويه حبيبتي المويه اللي انا جيت بعديها ايوه
يعني لما جيت لقيت ناس احلى ديل هم اشتغلوها عملوها. فالمويه الوقت ذاك اتعملت يعني كان في تخوف من المويه، والمويه جايه تعبانه وجايه جايه تعبانه، المويه كترت لكن رغم كثرتها يعني ان شاء الله ربنا يلطف كل المتضررين، فنقوم نسمع حبه من المويه، نشكر من المويه. انا شاكر لكم جدا وشاكر برضو لكل مشاهدينا الكرام اللي تابعونا في هذه الحلقه من برنامجكم في الموعد. بنكرر تحيانا وتقديرنا لكل الناس الموجودين الان في التروس، احنا بنمر بفتره صعبه جدا فتره الفيضانات، اتمنى انه نمر باقل الخسائر، ونكرر ايضا تحيانا وشكرا وتقديرنا لكل المبادرات، كل المنظمات، كل الجهود الرسميه الحكوميه وحتى الشعبيه والمجتمع المدني اللي بتسعى انه تقلل هذه الاثار. نحن كان معنا يحيى صالح واسامه يوسف من فرقه الهلوب، بنحيي كل اعضاء الفرقه الاخرين، ونحن موعودين بكثير جدا من الاعمال معهم، وحنختم معهم بالمويه حبيبتي المويه. المويه 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 حبيبتي المويه.